وطبعا بالنسبة للمجموعة دي في بيج 53، انت عارف طبعا دول بيطلعوا من فين اللي هم الكورتيكوستيرويدز. حد يقول لي كده؟ يا شباب، الجلاند اللي بطلع كورتيكوسترويدز السوبر رينال جلاند ده. السوبرين طبعا. طب بطلع كورتيكوسترويدز، دول متقسمين لمجموعتين مش كده؟ متقسمين الى جلوكوكورتيكويد ومينرالوكورتيكويد. طبعا مينرالو يعني ليه علاقه بالمينرال او بالملح لو بتاع الصوديوم. اذا المينرالوكورتيكويد هو الدوستيرون، ده ملوش ميتابوليك افكت من اللي على المينرال ده بتاع الصوديوم بوتاسيوم اكسشينج بتاع الكدني. لكن لما اقول لك مثلا كورتيزون ده بياخد كورتيزون، يبقى المقصود بيه بقى اللي هو جلوكوكورتيكويد اللي هو كورتيزون. هذا الكورتيزون ده هنشوف دلوقتي. اذا كلمه كورتيكوسترويد تشمل الاثنين، المينرالوكورتيكويد والالدوستيرون. وطبعا ده على خفيف، ده مجرد مينرالوكورتيكويد يعني بيعمل للكدني صوديوم بوتاسيوم اكسشينج، يعمل له صوديوم ريتنشن وبوتاسيوم لوس. تمام. طبعا ده استخداماته قليله شويه، لكن طبعا استخدامات كتير قوي بقى بتاعت الجلوكوكورتيكويد للكورتيزونات. طبعا في بقى فيدباك ميكانيزم طبعا بين الكورتيكوستيرويد وبين البيتيوتري، اللي هو عن طريق طبعا الـ ACTH أدرينو كورتيكوتروفيك هرمون. إذا لما يزيد الكورتيزون في البلد بينهبت الـ ACTH، والعكس صحيح. طبعا ده فيدباك ميكانيزم في كل الإندوكرين سيستم، ثيروكسين مع الـ ACTH، كورتيزون مثلا مع الـ ACTH، السكس هرمونز مثلا استروجين وبروجسترون مع البنادوتروفين وهكذا. اوكي، نيجي بقى للاكشن. طبعا اسهل حاجه للاكشن بتاع الكورتيزون، او اسهل حاجه كلنا عارفين، ده بتاع الحساسيه. طب ما دام بتاع الحساسيه يبقى بيعمل ايه في الميتابوليزم بتاع البروتين؟ هل هو انابوليك ولا كاتابوليك؟ يا شباب كتابوليك يا دكتور. طبعا كتابوليك، ما ده طبعا ضد الحساسيه. يعني ايه الحساسيه؟ يعني في عندي انتيجين انتي بودي رياكشن. انتيجين يعني فورين بروتين. كل بقى الكورتيزون دوت انتي اليرجيك، يبقى ده كتابوليك. لما تبقى المره اللي فاتت عكس الانسولين اللي هو انابوليك. تمام. اذا ده كتابوليك. اول حاجه طبعا بيعمل اميونو سابريسيف، يعني بيسابريس الاميون سيستم. طبعا كان زمان اي عيان عامل زرع اعضاء رينال ترانسبلانت او كاردياك حتى او حاجه من دي، كده طبعا بياخد كورتيزون كاميونو سابريسنت. طبعا ضد في حاجات تانية بقى نيو اميونو سابريسنت. برضو انتي انفلاماتوري، دي برضو تهمنا لازم نعرفها. طبعا بنستعمل دوت الكورتيزونات في بعض حالات العيانين بتوع الكورونا. يا شباب يا دكتور بنستخدم برضه دي بقى، عشان بعد ساعات طبعا مع الكورونا بيكون في انفلاماتوري ريسبونس، ممكن تبقى زياده قوي 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 بحيث انها تبهدل العين وتدخله طبعا في حكايه الهايبوكسيا وتبهدل اللنج والحاجات دي كلها. فعشان كده احنا عاوزين ايه؟ تلمت شويه الانفلامتي ريسبونس بتاع الجسم بتاعنا. ده حتى مثلا في سمعتوا على الانترلوكين اللي هو السيتوكاين. تمام يا دكتور، بيطلع ده من ضمن الانفلامتي ميديتورز. طبعا دلوقتي ممكن نستعمل انترلوكين انتاجونست عشان نخف شويه الريسبونس بتاع البودي اجينست الكورونا. بس طبعا نعرف اميون سابريشن يعني ايه. اذا بيسابريس اي حاجه ليها علاقه بالاميون سيستم،
اذا بيسيكوستر لينفوسايت. يعني سيكوستريشن ريتينشن مثلا يا دكتور؟ يعني يحبسهم بيحبسهم في السبلين، الليمفوسايت والماكروفاج كده جوه السبلين عشان ما تخرجش بقى في السيركوليشن وتعمل الاميون ريسبونس. وبعدين برضه بيسبرس الماكروفاج ميجريشن اند فانكشن، الماكروفاج تروح عند السايت اوف انفلاميشن. وبعدين طبعا والتي والاي والبي ليمفوسايت دي كلها حاجات اميونو سبريسنت، اذا مهم قوي في اليوزز اوف كورتيزون كاميونو سبريسنت. اذا اي حاجه فيها حاجه اسمها اوتو اميون ديزيز، سمعتوا عليها؟ ها في البصر طبعا. اوتو اميون يعني الجسم بتاعنا بيعمل انتي بودز اجنس السيلف بروتين. طبعا المفروض طبعا الجسم بتاعنا يعرف السيلف من نون سيلف، لما الاميون سيستم بيتلخبط يبقى السيلف بروتين يعامله كنون سيلف ويطلع انتي بودي، اذا بنسميها اوتو انتي بودز، يعني بنطلع انتي بودز اجنس اور اون بروتين. طبعا ده سبب كتير قوي لامراض كتير قوي، نيفروتيك سندروم، هيموريتيك انيميا، روماتويد. والدكاتره اغلب بيغلبوا في الباثوجينيسيس او السبب المرض ايه بيقولوا عليه اوتو اميون، اذا ده مهم قوي في اليوزز بتاعته. نيجي بقى انتي انفلاماتوري، طبعا بيمنع حدوث الانفلاميشن اذا بينهبت البوليمورف نيكروسايت ده نيتروفيل اللي طبعا مسؤول عن الانفلاميشن. مهم جدا فازو كونستريكشن، وبالتالي هيقلل لي الكابيلاري بيرميبيليتي. انتوا خدتوا في الباثولوجي في عندنا الساينز اند سيمبتومز اوف انفلاميشن، من ضمنها طبعا ايديما. طبعا ايديما نتيجه زياده في الكابيلاري بيرميبيليتي، اذا الكورتيزون بيقلل الايديما. بس طبعا استعمل الكورتيزون عشان يقلل الايديما، انهي ايديما؟ انا عندي مثلا في ايديما بتاعت الهارت فيلر اللي انتوا خدتوها ديت، تبقى عندي ايديما في اللور ليم، عندي ايديما مثلا بتاعت النيفروتيك سندروم اللي حوالين العين، عندي مثلا ايديما بتاعت الليفر. دول بينفعوا اكتر لما يكون الايديما الرجي، الرجيك ايديما. يعني مثلا بشكل استعمله في الايديما بتاعت الهارت فيلر هيعمل لي صوديوم ووتر ريتنشن وهيبهدل الدنيا. لكن ممكن استعمله في بعض الحالات، بستعمله في النيفروزك سندروم مش عشان ايديما بقى، لا عشان النيفروزك سندروم دوت من ضمن الاوتو اميون ديزيز. هنا استعمل الكورتيزون عشان يقلل شويه كميه الانتي بودي اللي طالعه، تمام؟ لكن مش بستعمله عشان ايديما. لكن بتاع النيفروزك سندروم استعمله بقى الايديما بقى الثانيه، بقى اديله مثلا لازكس، اديله اندوثيرو انتاجونست، اوكي؟ وبعدين بيسبرس الفاجوسات اكتيفيتي برضو والماكروفاج. مهم جدا جدا النقطه الرابعه، بيستابيلايز اللايزوزومال ميمبرين، دول مهمين قوي. طبعا في عندنا حاجه اسمها اللايزوزومز، دي من ضمن اللي هو السيتوبلازميك اورجانيلز، حاجات موجوده في السيتوبلازم دي من اسمها لايزوليتيك، يعني دي بتكسر. اذا دي فيها هيدروليتيك انزيمز عشان تكسر المواد اللي هي الخلية مش عايزاها عشان تحولها إلى مواد أولية وتستفيد بيها بعد كده. إذا دي اللايزوزومز. طبعا لازم يكون الممبرين بتاعها ده فيري تايت. ليه؟ عشان لو الكونتنتس اللي جوه اللايزوزومز اللي هي ذيس هيدروليتيك انزيمز لو طلعت بره اللايزوزومز في السيتوبلازم هتموت الخلية وتعمل سيل نيكروزس وسيل ديث. اذا لازم يكون السيل اللايزوم يكون يعني استابلايز ومظبوط قوي. فمن ضمن الكوزز اوف ايرفيرسبل شوك، عيان دخل في شوك وايرفيرسبل وابتدى بقى هيموت، بيموت العيان دوت، من ضمن الاسباب بتاعتها ان في زياده في البريميابيليتي اوف ذيس لايزوزومال ميمبرين، فبتطلع الريزومال انزيم تطلع في السيتوبلازم وتموت الخليه. اذا الكورتيزون من ضمن الاستعمالات الاساسيه بتاعته في حاله الشوك، في الشوك وبالذات تيرمينال شوك،
ده انتي شوك ميجر، هو هيقلل الكابيلابيلتي، هيمنع الإديمة. وبعدين مهم قوي بيستابيلايز الليزوما الممبرين، فهي طبعا يمنع السيل ديث. المهم جدا بقى حكايه الاراكيدونيك اسيد، حد كده يقول لي طبعا هو انتي انفلاماتوري الكورتيزونات، والاسبرين واخوانه او النون ستيرويدال برضو انتي انفلاماتوري. حد يقول لي مين فيهم مور بوتنت والميكانيزم اوف انتي انفلاماتوري اوف ايتش، كورتيزون او اسبرين؟ حد يقول لي كده مين الكورتيزون اقوى؟ ليه الكورتيزون بيشتغل على الفوسفولايبيز A2 اللي هو بيكون الاركيدونيك اسيد اساسا بالظبط، فيمنع تكوين ايه بقى؟ الاركيدونيك اسيد، يمنع تكوين الاركيدونيك اسيد. لو كان بيديني ايه بقى؟ بيديني البروستاجلاندين. وايه تاني؟ والليكوتراينز بالظبط. وطبعا دول فيري بوتنت انفلاماتوري ميديتورز، يبقى انا بدي كورتيزون بمنع الاثنين دول. لكن طبعا على فكره الاسبرين بيشتغل فين؟ على السايكل اوكسجين، على الكوكس انزيم. اذا ما يخليش الاركيدونيك اسيد يتحول الى بروستاجلاندين، لكن يتحول الى ليكوتراين. اذا الاسبرين واخوانه ما بيمنعش كل الانفلاماتوري ميديتور، ده بيمنع بس البروستاجلاندين، لكن الليكوتراين لسه شغاله وعامل انفلاميشن وعامل كمان برونكوسبازم. عشان كده الاسبرين ممنوع دي، او ممنوع دي في ازماتيك بيشنت، عشان ده كوكس انهيبيتور في بيدايفيرت او بيحول الاراكيدونيك ميتابوليزم ناحيه اللوكس انزيم عشان يعمل لي لوكوتراين. اذا الكورتيكوستيرويد او الكورتيزون مور بوتنت عشان بيشتغل على يعني الفيرست ستيب، يمنع اصلا الاراكيدونيك وكل الميديتورز، لكن الاسبرين بيشتغل بس على الكوكس انزيم فيمنع بس البروستاجلاندين الميديتور. والنقطه الثانيه طبعا البروستاجلاندين ممنوعين في الازمه، لكن الكورتيزون استعمله في الازمه عشان يمنع الليكوتراين. دي برضو ايه تهمنا. مهم برضو جدا، مهم قوي قوي في الكورتيزون انه انتي فايبروتيك، يعني بيمنع الفايبروزيس او بيبريفنت فايبروبلاست بروليفريشن ويمنع الكولاجين. فعش كده مثلا اللي كان عنده مثلا عتامه في الكورنيا، يعني ممكن يديله بقى كورتيزون عشان يقلل شويه الفايبروزيس ويخلي الكورنيا ترانسبيرنت. بس طبعا ناخد بالنا بقى ان ما يكونش فيه انفكشن او فيه انفلاميشن. طبعا لو كان فيه مثلا بكتيريال او فيرال انفكشن وانت اديت كورتيزون هيفلير الانفكشن وهتضيع عين العيان. اذا الكورتيزون لما بستعمله في العين لما يكون عندي الرجي، يعني مثلا حمر وفيها التهابات كانتي انفلاماتوري لو كان الرجي، لكن لو كان بكتيريال او فونجر نيفر. ليه؟ عشان بكتيريا ومثلا وفيرال او حتى فونجر انفكشن انا عايز الانفلاماتوري بروسس تشتغل عشان تنمت وتنمت الانفلاميشن. اذا نيفر كورتيزون في العين في بكتيريا او فيرال او فونجر انفكشن، لكن استعمله ممكن في الرجي حاجه اساسيه. دي بقى الحته المهمه بتاعت كيمينو سابستنت وكا انتي انفلاماتوري. طبعا الميتابوليك بقى مهم قوي، الكربوهيدرات ده دايبيتوجينيك خلاص معروف من ضمن الانتي انسولين هرمونز. في حاجه تانية انتي انسولين هرمون غير الكورتيزون او غير الكورتيزون تسمعوا عليهم؟ الجلوكاجون، الجلوكاجون كويس. ايه تاني؟ الابنفرين طبعا، الكاتيكولامين صح. ايه كمان رابع؟ الجروث هرمون برضه. هما اللي يهمونا طبعا ايه؟ الكورتيزون والابنفرين والجلوكاجون. اوكي،
فعشان كده ممكن مع التروجد يوز وكورتيكوسترويد ممكن يعمل لي دايابيتس، حتى يسموه استيرويد دايابيتس، فما كانش عنده سكر ولا حاجه العيان، لكن مع البرونج ديوز اوف كورتيزون عمل دايابيتس. اذا ده تايب سي ادفيرس افكت اللي خدناه في سنه اولى نتيجه الكونتينوس تايب سي كونتينوس. الكونتينوس يوز اوف ادراج ممكن يعمل لي مرض كورتيزون، يعمل مثلا قلنا دايابيتس، بيستعمل مثلا الانتي روماتيك الاسبرين واخوانه يعمل مثلا ايه نيفروباثي في الكليه وهكذا. على البروتين طبعا قلنا كاتابوليك، مهم قوي، ما دام كاتابوليك يبقى ماسل ويستنج مش كده، وبعدين السكين يبقى سين سكين، يبقى الجلد بتاعه كده ناعم قوي سين سكين، وطبعا اوستيوبوروزس اذا الست اللي تاخد كورتيزون كتير ست كبيره طبعا دوت ايه ممكن يعمل لها هشاشه في العظام. المينرال بقى طبعا هو اصلا جلوكوكورتيكويد، يعني علاقه بالجلوكوز والبروتين والفات، لكن برضه ليه حته مينرالوكورتيكويد، يعني ليه ريحه من الالدوستيرون، ليه الالدوستيرون لايك اكشن. اذا ممكن يعمل لي ريتنشن اوف صوديوم ولوس اوف بوتاسيوم، يبقى هايبر ناتريميا وهايبو كريمي، دي تحصل مع مين؟ مع المينرالوكورتيكويد لايك كورتيكوستيرويد. لو فتحنا الجدول بتاع الكلاسيفيكيشن في صفحه 57 هتلاقي مثلا في شورت اكتنج ايجنت كورتيزون، هذا الكورتيزون بتوع زمان دول، وكده في انترميديت وفي لونج اكتنج، دول كلهم تحت عنوان جلوكوكورتيكويد، وبعدين تحت لوحديهم خالص اللي هي المينرالوكورتيكويد اللي هو الالدوستيرون. تجد الجلوكوكورتيكويد المجموعات الحديثه اللي هي اللونج اكتنج تلاقي مثلا المينرالوكورتيكويد اكشن زيرو، they are not sodium retention اللي هو ديكساميثازون وبيتاميثازون، لكن بتوع زمان هذا الكورتيزون والكورتيزون ده ليه مينرالو كورتيكويد اند كمان انتي انفلاماتوري، الاثنين قد بعض يعني انتي انفلاماتوري ويعمل ريتنشن اوف صوديوم. البريدنيزون بقى بريدنيزون ابتدى يزيل الانتي انفلاماتوري، بدل ما كان واحد بقى اربعه بقى خمسه بقى 30، بقى مور بوتنت انتي انفلاماتوري، لكن بقى ويك الدوستيرون لايك، يعني البريدنيزون 0.3 تلت الكورتيزون. وبعدين مثلا الطريق امسيون بقى زيرو. اذا انا بحب استعمل الجلوكوكورتيكويد عشان ما يعمليش سولت ريتيننج، مثلا عيان عنده هايبرتنشن او عيان عنده هارت فيجر، انا مش عايز اخزن ملح، استعمل بقى المجموعات اللي فيها زيرو او نو مينرال كورتيكويد افكت. اوكي بعد كده طبعا في لي انتي فيتامين دي، طبعا دي برضو يعمل لي اوستيوبوروزس. في بقى الكارديو فاسكولار او هايبرتنشن طبعا، طبعا نتيجه صوديوم ريتنشن، وبعدين بيعمل لي فلويد شيفت تو فاسكولار كومبارتمنت. طب لما ينقل الفلويد للفاسكولار كومبارتمنت يحصل ايه في البلاد فوليوم؟ ها يزيد، هيزيد. اذا دي ليها منفعه، ليها بنفيت وليها عيب. لو عنده بقى مشكله في القلب العيان ممكن يعملوا هارت فيلير عشان هايبر فوليميا اللي عملها، لكن تنفعني بقى كانتي شوك ميجر بقى. عيان عنده هايبوتنشن والفاسكل كومبارتمنت قليل ديكريزد، اذا في الحاله ديت بقى يبقى كانه انتي شوك. تمام. طبعا على الجي اي تي بيعمل لي مثلا، ممكن يعمل بيبتيك ألسر، طبعا هنشوف ليه بيعمل بيبتيك ألسر كورتيزون. طبعا ممنوع ادي كورتيزون في عيان عنده بيبتيك ألسر، ليه؟ عشان بيديكريس البروستاجلاندين. كويس، هنا بيزود اتش سي ال، لكن في سبب تاني مهم، بيقلل الجاستريك ممبرين بارير. بيقلل ايه؟
بيقلل جسمك من بين بابير، هو بيعمل في الفيبروزس الكورتيزون. ها هو بيقلل طيب النمبر بتاع الجاستريك ميكوزا سيل. اه طبعا يعني اذا بيقلل هيلينج، انا عندي مثلا بيبتيك ألسر، عندي حفره، طب اعالجها ازاي؟ اعالج السبب، ايه السبب؟ عندي اتش سي ال، طبعا انا نقصت اتش سي ال، وبعدين انا عايز بقى اردم الحفره دي، عايز اعمل هيلينج بايه بقى؟ بالكولاجين والفيبروبلاست، مش كده ولا ايه؟ اذا برضه الكورتيزون نيفر امبيبتيك ألسر. ليه؟ ده ممكن يعمل لي بقى بيرفوريشن، يعني حتى لو في حبه فيبروزس كده وبعدين يعني بيقفلوا في الألسر، ممكن يخرموا ويعمل لي بقى شغلانه كبيره قوي. اذا ممنوع امبيبتيك ألسر مش بس عشان بيزود اتش سي ال، لا الاهم كمان انه بيقلل الهيلينج بتاع الألسر، عشان هو انتي فايبروتيك، يعني بيمنع الفايبروزيس. على طبعا السينس ستيموليشن برضو، ها، وبعدين طبعا ما ننساش ادرينال سبريشن مع البرولونجد يوز، يعني اذا تعمل كورتيزون لمده طويله، ها تمام. طبعا ده مشكله ان الجسم اوتوماتيك هينقص ال سي تي اتش عشان في عنده كورتيزون، انت بقى شهرين ثلاثة أربعة يبقى الكورتكس مش هتطلع كورتيزون، انت معتمد على الاكسوجينس كورتيزون، اذا ما عندكش اندوجينس يعني الادرينال كورتكس مش شغالة. ليه؟ عشان ما بيجيلهاش ال سي تي اتش بتاع البيتيوتري. هنا بقى في الحالة دي ما هنشوف، لو بطلت الكورتيزون فجأة، لا عنده لا من بره ولا من جوه، هيجيله ادرينو كورتيكال انسفيشنسي، اديسونيان كرايسيس. عشان كده لو احنا عيان ماشي على كورتيزون مده طويله وعاوزين نبطله، لازم بالتدريج، عشان ما نيجي ننقصه بالتدريج البيتوتري تحس ان الكورتيزون ناقص، فما طلعها حته اس تي اتش عشان تشغل لي البيتوتري بتاعتي. تمام، نيجي بقى للميكانيزم. يهمنا انا بقى في الميكانيزم دوت بتاعه انه جين لينكد او جين اكتف. اذا ما اتفقنا ان عندنا يعني ثلاث انواع على السيل ميمبرين، اللي هو لينكد تو اتشانل مثلا صوديوم بوتاسيوم كالسيوم، او جي بروتين لينكد، او الانسولين اللي بتاع التيروزين كاينيز. لكن الجين لينكد دي اغلبها بقى هرمونات طبعا ما عدا الانسولين. الانسولين ريسبتور دوت سيل ميمبرين، لكن الكورتيزون والسكس هرمونز والثيروكسين دول كلهم سيتوبلازميك او نيوكلير. ليه؟ عشان دول لازم في الاخر شغلهم يبان، لازم يروحوا عند الجين يعملوا جين اكتيفيشن. لكن الانسولين مش عاوز جين، الانسولين دوت بيشغل التيروزين كينيز انزيم في السيتوبلازم، وده يشغل يبقى الانزيمات بتاعه الجلايكوجينيسيس عشان تحول الجلوكوز الى جلايكوجين، وبعدين يوقف الانزيمات اللي بتعمل لي جلايكوجينوليسيس وجلوكونيوجينيسيس عشان ما اعملش جلوكوز. اذا هنا ما بروحش عند الدي ان ايه خالص. لكن الكورتيزون زي ما هنشوف ده بينهبت حاجه اسمها زي ما انت قلت في الاول، بينهبت الفوسفولايبيز ايه 2، ده عن طريق ايه؟ في مادة كده بتنهبت الفوسفولايبيز اي 2 اسمها ايه؟ لايبوموديولين. فيري جود، لايبوموديولين. شوف لايبو يعني ليبيد، يعني اراكيدونيك اسيد فوسفوليبيد، موديولين موديوليتور يعني بيمنعه او بيعكسه. اذا اللايبوموديولين دوت ده مش فات، ده بروتين بيصنع عشان ينهبت الفوسفولايبيز اي 2. ما دام بروتين بيصنع يبقى ليه جين، يبقى لازم بقى دي ان ايه. اذا ده جين اكتيف هرمون او الترانسكريبشن، يعني بيجي عند الجين يحوله من لغه اللي هو النيكو بروتين الى لغه الامينو اسيد عشان يعمل لي اللايبوموديولين اللي بينهبت الفوسفولايبيز اي 2. ما عنديش اراكيدونيك اسيد،
اذا ما عنديش بروستاجلاندين ولا لوكوتريين، اذا ما عنديش انفلاماتوري ميدياتورز. اوكي، طبعا الانديكيشن زي ما اتفقنا في الاندوكراين، لما حد يصير مثلا في الشفه ولا حاجه زي كده بعدين في المستشفى، بدل اندوكراين حاجه هرمون من غير ما تفكر، قال تقول ريبليسمنت ثيرابي لحد ما يعني تبلع عليك كده وتفكر شويه، يعني تو ريبليس حاجه ديفيشنت. مثلا ما عنديش انسولين، اذا استعمل انسولين في الدايبيتس ميليتس. ما عنديش كورتيزون بيعمل مرض، اسمه المرض دوت اسمه ادرينو كورتيكال انسفيشنسي. طب انا مثلا عندي ايه، مثلا السكس هرمونز مثلا، يبقى لو في عندي مثلا مشاكل في الاورجن، مفيش عندي استروجين بيطلع مثلا، مفيش عندي تستوستيرون. اذا دايما في الانديكيشن بتاع الاندوكرين هرمونز ريبليسمنت ثيرابي، اذا اول حاجه ادرينو كورتيكال انسفيشنسي، طبعا كرايسيس كده، طبعا دي كريزه، ده ايمرجنسي زي الثايرو توكسيك كرايسيس، طبعا تخش في الرعايه على طول، ناخد هيدروكورتيزون انترافينوس، شوف ومعاه سرين ومعاه جلوكوز، شوف معاه جلوكوز تمام، مهم قوي ده عشان ده كانت شوك ميزر، وعالج السبب بتاعه لو كان موجود، وبعدين طبعا تريت اس كرونيك كيس بعد كده. طبعا مع الكرونيك، لو كرونيك انسفيشنسي بدل يبقى كورتيزون تابلت وحاجات زي كده. نمرة اتنين بقى كرونيك ادرينال انسفيشنسي بقى دي، وانا اديله بقى اورال هذا الكورتيزون تمام، لما يكون في عندي انفكشن، شوف دبل ذا دوز دي عشان ده الانفكشن ده ستريس، اذا في اي ستريس يطلع عندي مهم قوي كاتشكولامين، يطلع عندي كورتيزون في اي ستريس كونديشن. اذا ما بكونش عندي ستريس للعين دوت، لازم ادبل الدوز بتاعته، اللي هو عنده كرونيك ادرينال انسفيشنسي، يعني عنده الكورتكس مش شغاله كويس. ودي بقى معاه فلوزو كورتيزون، طبعا ده عشان سولت ريتيننج، طبعا الكورتكس مش شغاله، ما بطلعش لا جلوكو ولا منرالو. انا اديت هذا الكورتيزون ده جلوكو، لكن ليه مينيمال منرال كورتكويد، حاجه قليله، لكن عندما محتاج ياخد فرز الكورتيزون اللي هو الالدوستيرون لايك، يعني الالدوستيرون لا يستعمل، ما فيش عندي ده اسمه الالدوستيرون، لكن في عندي الالدوستيرون لايك اللي هنقول عليه اللي هو الفرز الكورتيزون الموجود في الجدول. طب اذا دي اول انديكيشن لي اللي هو في على الاندوكرين سيستم. نمرة اتنين بقى في الكونجينيتال ادرينال هايبربليزيا، طب انا مالي بقى هنا ومال دي هنا، مش كورتيزون بقى هنا، دي معناها كلمه ادرينال هايبربليزيا يعني الادرينال كورتكس شغال اكثر من اللازم. انتوا خدتوا في الفسيولوجي، طبعا في عندي في ثلاثه استراتا او ثلاثه لايرز في الادرينال كورتكس، مش كده؟ في مثلا لاير بطلع جلوكورتيكويد، وفي مينرالو كورتيكويد، وفي سكس هرمونز، يعني الادرينال كورتكس بتطلع سكس هرمون، بتطلع استروجين، وبتطلع بروجستيرون. فبعض بقى البنات الصغيرين او الاطفال الصغيرين عندهم هايبربليزيا في الادرينال كورتكس، تطلع استروجين وبروجستيرون اكتر من النورمال، فتجد البنت عندها بريكوشيس بيوبرتي، يعني عندها 4 سنين ولا 5 سنين صدرها بيكبر، وعندها عامله زي الدوره بالظبط، ان هو تعامل زي الاوفري بيطلع استروجين بروجستيرون. هنا بقى في الحاله دي طبعا ده كونجينيتال ادرينال هايبربليزيا، اذا انا عاوز اسكت الادرينال جلاند، ابطل شغلها شويه ازاي؟ امنع الكرباج اللي بيجي لها من فوق اللي هو الاتش تي اتش، ما نضربش عندي ادرينو كورتيكو اتروفيك هرمون، ده بينشط كله، مش بس بينشط الكورتيزون بس، لا ده بينشط كمان الجزء بتاع السكس هرمون. اذا في الحاله دي انا ادي من بره ديكساميثازون للبنت الصغيره ديت عشان تسبرس الاس تي اتش، وبالتالي يمنع الاكسسيف سكريشن بتاع الفيميل سكس هرمونز.
خلاص. اذا دي اول انديكيشن اللي هو اندوكرين انديكيشن. بعد كده بقى حاجه بقى مشهوره قوي بقى نتيجه طبعا كايمينو سبريسر في الانافلاكتيك شوك طبعا ده لايف سيفنج، بس الحساسيه بتاعي جامده هنا طبعا. ايه الخطوره بتاعت الالرجيك ايديما او الانافلاكتيك شوك؟ يعني عنده جاله الرجي كده وطبعا فجاه ورم كده، بخاف من ايه؟ يعني ايه اللي ممكن يموته العيان؟ ولازم اشتغل انستنتينيس بسرعه. الدروب اوف مثلا بريشر يعني مثلا مش هتموته قوي، هتاخد لها ساعتين لحد ما تروح المستشفى. او مثلا عينه ورمت، بخاف من لارنجيه الاديمه، بخاف من الاديمه بتاعت اللارينكس عند الفوكال كورد هناك، تورم سدت الهواء مات العيان. دي الخطوره بقى بتاعتها اللي هي بتبقى ايه، لارنجيه الاديمه. طبعا في البرونكال ازمه طبعا استعملها بقى زي ما اتفقنا انهيلد طبعا كورتيكوستيرويد عشان اقلل الادفيرس افكت وعشان اوصل طبعا للسايت اوف اكشن. اذا دايما اللي عنده برونكال ازمه يستعمل بخاخات سواء كان كورتيزون او بخاخات البيتا 2 اجونست بتاعت السلبوتامول. وبعد كده اي حاجه بقى في الجلد بقى كونتاكت ديرماتيتس طبعا في جماعه العمال اللي بيشغلوا الصبغات او حاجات زي كده، يعني بيلعبوا مع كيميكالز كتير يسموها كونتاكت ديرماتيتس، ان الجلد حصل في كونتاكت مع فورين كيميكال سبستنس، ارتكاليا دراج رياكشنز. بس شوف اي الرجي مش اي انفكشن، اي الرجي طبعا. دي كلها بنستعملها تبقى توبيكال ستيرويد طبعا بتوع الجلد طبعا عايشين عليها بقى مراهم ومش عارف ايه والحاجات دي كلها. نمرة اتنين بقى اوتو اميون ديزيز مهم جدا زي ما اتفقنا، او سيستميك لوبس اللي هو الذئبه الحمراء طبعا. ده ممكن ليه كوتينيوس مانيفستيشن، يعمل على الوش كده بتر فلاي، يبقى في كده راش اذا بتاع جناح الفراشه على وش العيان، ده كوتينيوس لوبس. في بقى سيستميك يخش جوه بقى اخطر حاجه كدني، وممكن دخل في سيريال ليفر وهارت طبعا دخلته في الباثولوجي. روماتويد ارثرايتس برضه طبعا اوتو ديزيز، هيموليتيك انيميز، نيفروتيك سندرومز، كل دول يعني راسه كبيره قوي اوتو اميون ديزيز. وبعدين اورجان ترانسبلانت طبعا وسكين جرافت، واحد مثلا بيعمل يعني زرع عضو مثلا كده، او مثلا نتيجه الحروق والبرز كده طبعا في بلاستيك سيرجري لو جراحه التجميل، بياخد حته من الجلد بتاع العيان مثلا من فخده يحطها على وشه ولا في حته اي حاجه زي كده. طبعا ده بيسموها سكين جرافت طبعا، دي محتاجه برضه تديله حاجه تمنع الايميون سيستم. وبعدين بقى نيو بلازم هنا مهم قوي بقى ايه، شوف الليمفوما مش هو بتاع دوت، هو بتاع الليمفوسايت مش كده ليه؟ لكن اذا مش اي نيو بلازم، اذا ده بتاع اللوكيميا بالذات خلاص، عشان هو ليه علاقه بالليمفوسايت ودي بتاعت الايمين سيستم وهو ايمينو سابريسنت. اذا الكورتيزون مهم قوي في علاج اللوكيميا، ودي من ضمن السرطانات اللي من الخمسينات كانت ويل كنترولد بالكورتيزون، اذا في اللوكيميا بالذات. تمام. في بقى حاجات تانية بقى السيريبرال إديما دي مهمه جدا بقى. هنا بستعمله عشان يقلل الفازو دايلاتيشن ويقلل الكابيلاري بيرميابيليتي. اذا عيان اعمله مثلا ايه اللي هو بتاع الاشعه اللي بيعملوها دي بتاعت الام ار اي ديت، ولقوا ان في إديما في البرين، وطبعا الإديمة دي بتضغط على الفيتال ستراكشرز وتدخله في غيبوبه وشغلانه. طبعا الإديمة دي جايه من فين؟ ده جايه من البلد، يعني حصل فيه كابيلاري بيرميابيلتي زياده، فطبعا بهوات فطلعت الفلويد طلع بره زي بالظبط الإديمة اللي انتوا خدوها بتاعت هارت فيلر او بتاع نيفروتيك. اذا في الحاله دي مهم قوي الكورتيزون، هو بيريستور الكابيلاري بيرميابيلتي باك تو نورمال،
يخلي الكافيه انتينبل، اذا هيقلل لي شويه الاديمه. طبعا ده احد العلاج. العلاج طبعا الثانيه، ده عنده اديمه في مخه، انا عايز اعمل له ديهيدريشن، عايز اصفط الميه اللي في مخه ديت، اذا ادي له اوزموتيك دايريتكس مانيتول، ادي له حاجه هايبرتونيك مانيتول انترافينس، يروح واخد لي بقى ميه من كل حته. اكتر ميه، اكتر حته فيها ميه فين دلوقتي؟ البرين، يروح صافط لي الميه اللي هناك، يسموها ديهايدريتنج ميجرز. كويس. وبعدين ادي برضه معاه كمان اللازكس عشان ينزل كمان شويه. اذا مهم يعود في الايه، في البرين إديمة. وبعدين بستعمله برضه عشان بقى الميتابوليك افكت دي مهمه جدا في الهايبر كالسيميا، عشان دي انتي فيتامين دي. وعشان ايه كمان تاني برضه في الهايبر كالسيميا بستعمل اللازكس او اللوب دايريتكس، عشان بيعملوا loss of sodium. اذا treatment of hypercalcemia، اعالج السبب بقدر الامكان، واديله بقى ديكساميثازون، اديله كورتيزون مع فلوسيمايد او لازكس. وبعدين اخر واحده طبعا الشوك بقى، سيبتك انافيلاكتيك بليدنج. شوف جميع انواع الشوك. الكورتيزون ده يعني سلاح ذو حدين، ومهم جدا 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 بالنسبه لنا. طبعا ذو حدين عشان الامبروبر يوز بتاعه بيعمل لي مشاكل. تمام. يبقى كده ايه اليوزز. طبعا هنا الجدول دوت بعض بس كاكزامبل بس، واحد شورت اكتنج مثلا، واحد انترميديت مثلا، واحد باللوب اكتنج سامسازون وفرزو كورتيزون كامينرال كورتيكويد، يعني نهيلد مش عايزينها قوي. خلاص. تجد هنا ايه الهذا الكورتيزون، طبعا ده كنا زمان في الكيمستري زمان، الهذا الكورتيزون لما نلعب فيه يدينا بريدنيزون، سوري الكورتيزون يديني بريدنيزون، هذا الكورتيزون يديني بريدنيزولون. جنب الكورتيزون اذا سمحت كده بقى دوت شود بي اكتيفيز في الليفر، اسم جنبه الليفر كده، جنب الكورتيزون وجنب البريدنيزون اسم ليفر، يعني دول ان اكتيف، لازم الليفر يحولهم الى هيدروكورتيزون يبقوا اكتيف. طب انا ليه بقول الكلام دوت؟ انا عشان بقى استعمل بقى مرهم حاجه بقى توبيكال، ما ينفعش استعمل كورتيزون او بريدنيزون، ده ان اكتيف. عشان كده في السوق مش ممكن تلاقي فيه مرهم اسمه كورتيزون، لا، ممكن بس تلاقي ديكساميثازون، بيتاميثازون، مش عارف طريقه بسيونول، لكن مش ممكن تلاقي كورتيزون. لو انا كورتيزون استعمله سيستميك، معلش ليه؟ عشان ات نيدز اكتيفيشن باي ذا ليفر، بس دي التكه اللي تهمنا. لكن مش عايزين طبعا ارقام ولا بتاع، بس اعرف ان المجموعه القديمه دي شورت اكتنج ليها بوث مينرالو اند جلوكوكورتيكويد انتي انفلاماتوري. كل ما بنعمل انترميديت ولونج اكتنج انا بعمل بزود الانتي انفلاماتوري اكتيفيتي وبنقص المينرالو كورتيكويد او السولت ريتيننج اكتيفيتي بتاعته. نيجي بقى للكومبليكيشن، طبعا دي مهمه جدا. طبعا اول حاجه سبريشن، وطبعا في كل كومبليكيشن اعرف هاو تو افويد. طبعا ليه بقى؟ نتيجه ايه اللي هو الفيدباك ميكانيزم. انا استعملت كورتيزون لما تبقى مده طويله في البيتوز اللي مش هتطلع سي تي اتش، وبالتالي الكورتكس بتاعتي نايمه والجسم شغال على الكورتيزون اللي من بره. جيت انا بقى بطلته فجاه هيعمل لي مشكله. خلاص. اهي انا بقول لك ايه، it occurs after prolonged therapy اكتر من اسبوعين، ويكون دوس كبيره اكتر من 5 ميلي جرام. لكن مثلا واحد عنده حساسيه وبتاع وخد كورتيزون يومين 3 4 5 كده، لا ما بيعملش حاجه زي كده. تمام. واحد مثلا عنده ربو شعبي وياخد بخاخه كده، ده بياخد قرعه صغيره قوي، مش هتعمل لها سبريشن. لكن السبريشن مع السيستميك، مع الاورال او الانجكشن يوز بديوريشن كبيره ودوس كبيره،
اذا هاو تو افويد بقى، مثلا عيان عنده اوتو اميون ديزيز لازم ياخد كورتيزون طول عمره بقى، بتاع اللوبس وبتاع النيفروتيك ولا هيموليتيك، لا هنعمل ايه طيب؟ ولا بتاع اللوكيميا هنعمل ايه طيب؟ الحل بقى يوز سنجل مورنينج دوز هنا تو سيمولييت، مش ستيمولييت، تو سيمولييت سيركاديان ريزم. يعني كلمة سيمولييت يا شباب مشابه يا دكتور؟ مشابه، يعني هتاخدوا شغل في المستشفى السنه الجايه ولا السنه دي في سيموليشن لاب. طبعا كان زمان عندنا لما كنا احنا في المستشفى كان عندنا بقى عيانين كتير قوي، اللي عنده ضغط واللي عنده مش عارف ايه وطوابير تكشف عليه زي ما انت عايز. دلوقتي بقى في كل العالم هنعلم الاطباء ازاي؟ ما انت صعب تجيب له عيان، فبقى في سيميوليتور بقى، يجي لك واحد يقول لك انا عندي، يعني يمثل زي ممثل كده، انا عندي وعندي كده. فهنا بقى ايه، انا عايز امثل زي النورمال فيسيولوجيكال كورتيزون، في حاجه اسمها سيركاديان ريزم، يعني كل حاجه في جسمي او كل حاجه تحت عرش الرحمن ما هياش ستيبل ابدا، يعني الكمال والثبات لله سبحانه وتعالى. بمعنى ايه؟ عندي كورتيزون في جسمي ما هوش 24 ساعه نفس الليفل. الضغط بتاعي انا بقول عليه الضغط بتاعي مثلا 120 على 80، مش معنى كده انا بقيته في كل لحظه الاقيه 120 على 100 على 80، لا، ده المتوسط بتاعه. لكن على مدار 24 ساعه في ريزم عمال يزيد وعمال يقل. وانتم خدتوا في الفسيولوجي ان الكورتيزون بيقل قوي، الكورتيزون دوت يعني ساعه الصبحيه بيكون زياده قوي، وبيقل قوي الكورتيزون مع الفجر، مع وقت السحر، الساعه اللي قبل الفجر او الساعتين دول تلاقي الكورتيزون قليل قوي في الجسم، وبعدين يزيد على الساعه 9 الساعه 10 الصبح، اسمه سيركاديان ريزم. فطبعا زمان ادي كورتيزون بقى، انا عايز ادي كورتيزون بحيث انا ما لخبطش البيتوتري، هي متعوده ان بالليل او قبل الفجر الكورتيزون واطي، فتروح مطلع هي حبه اس تي اتش، وبعدين متعوده الساعه 10 الصبح الكورتيزون عالي فما طلعش هي عندها الاس تي اتش. فانا عاوز ادي كورتيزون زي الفسيولوجي، اذا اديه بقى مورنينج، ادي جرعه يعني ايرلي ذا مورنينج. ليه؟ عشان بالطريقه دي انا هقلل السبريشن بتاع الانتيريو بيتويتري. وبرضه نفتكر لما الكورتيزون بيقل مع الفجريه كده، العيال بتاع الربو الشعبي كان زمان بقى لما كنا احنا امتياز زمان من 50 سنه، كان دايما بتوع الربو يقول لك الفجريه ويصحوك من النوم. ليه؟ عشان الساعه 3 والساعه 4 كده الكورتيزون بتاعه قليل خالص، فعين بقى يحس بقى بضيق النفس بتاعه. دايما كانت الاتاك بتاعت الستيتس ازماتيكس او الربو الشعبي كان دايما تيجي في وش الفجريه، عشان في الوقت دوت الكورتيزون في السيولوجيكال قليل قوي، لكن ما كانش يجي له الصبح ابدا، يجي له مثلا الصبح او الظهر نادر قوي. اذا ازاي امنع this complication؟ اديله سنجل مورنينج دوز تو سيمولييت السيركاديان ريزم. خلاص. الحاجه الثانيه اعمل بقى استنى الدي بقى، بدل ما اديله بقى كل يوم كل يوم، اديله يوم بعد يوم، عشان برضو ايه مش تبقى البذور تحس مش كل يوم الدم مليان كورتيزون، لا يبقى في يوم قليل شويه فالبذور تم طلع حبه اس تي اتش. اذا لما استعمل سنجل مورنينج دوز لو كان سنجل، او استعمل لو كانت جرعه كبيره الترنت يوم بعد يوم. وبعدين يوز انترميتنت شورت كورسز، يعني مثلا عيان بياخد كورتيزون هيك مثلا يعني عايزه على طول باستمرار، انا ممكن مثلا اخليه لما يكون المرض شديد عليه قوي اديله كده كورس مثلا اسبوع على اسبوعين وخلاص، لكن ما دام مثلا الحاله ستيبل ما فيش داعي اديله كورتيزون. اذا برضه بقدر الامكان لو امكن اديله شورت انترميتنت كورس يبقى احسن. وبعدين بقى في بقى جراديوال تيبرنج او تيبرنج، يعني نقص الجرعه. لو انا بقى محتاج بقى لونج تيرم از نيدد مده طويله، يبقى جراديوال تيبرنج اوف ذا دوز.
واديله كورتيكوستيرويد سبلمنت ان ستريس سيتويشن. خلاص طبعا الامكن وي كان يوز توبيكال ستيرويدز كمان يبقى احسن كمان. اوكي في بقى الايميولوجيكال كومبليكيشن على الايميون سيستم بقى الفليرنج اوف انفيكشن بقى، يعني لو بكتيريال او فونجل او فايرال هيفرير ينتشر اذا ما استعملش الا كان الرجي الرجيك انفيكشن الرجي. طب لو عندي مثلا انفيكشن بكتيريال او فونجل زي مثلا واحد عنده مثلا مثلا تي بي وفي حد مثلا انفكشن وعامل مول عايز محتاج كورتيزون داخل في شوك يبقى اندر امبريلا اوف انتيبيوتيك. مثلا ده عنده مرض معين ليه اورجانيزم اديله الدواء بتاع الاورجانيزم دوت مع الكورتيزون. خلاص اذا نيفر الكورتيزون في انفكشن بكتيريا مع انتيبيوتيك، فايرال اديله انتي فايرال، فانجل اديله انتي فايرال دراج وهكذا. الحاجه الثانيه بقى ماسكينج ماني اوف ذا تيبيكال سايد اند سيمبتومز اوف انفيكشن. طبعا دي برضو ايه اللي عنده انفيكشن او مثلا بكتيريا وبيعرف ازاي عنده جاله انفيكشن، عنده سخونيه وبعد مثلا جاله كده احتقان وورم كده وعنده اديمه. طبعا دي انفلاماتوري ساينز اند سيمبتومز الكورتيزون منعها. كان عنده بقى الانفيكشن شغال جوه ومش باين عليه لا سخونيه ولا وجع ولا بيشتكي ولا حاجه خالص، يبقى كانه هيدن انفكشن مستخبي. بعدين طبعا في بقى ميتابوليك كومبليكيشن طبعا دايبيتوجينيك الصفحه طبعا 59 هايبر لايبيديميا بيزود الترايجلسرايد والكوليسترول يعني هيزود لي اللي هو اللو دنسي لايبوبروتين ممكن يزود الفيري لو دنسي لايبوبروتين ده يعني يعمل هايبر لايبيديميا. وبعدين بقى اوبيستي بقى بيسموه كوشينويد فيتشرز. طبعا في كوشينويد وفي كوشينج مش كده؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ يعني هما الاثنين في سبب واحد وهما الاثنين يوم نفس المنظر او نفس المانيفستيشن في العيان، لكن طبعا الترمينولوجي دوت عشان الكوز كوشنج ده وصفه الخواجه كوشنج بتاع زمان اللي بيكون في عندي تيومر في الادرينال كورتكس تطلع كورتيزون كتير من عندها تيومر ده اندوجينس يعني اكسسيف اندوجينس سيكريشن اوف جلوكورتيكويد كوشنج سندروم. لكن ما قد انا من بره جلوكورتيكويد ده مش كوشنج ده عملي في الجسم كوشنج لايك كوشنويد زي الكالي الكالويد اشبه القلويات. اوكي فهنا ده كوشنويد طبعا ده عنده بقى ايه اهو المون فيس كلكم حافظينه بقى فرحانين بيه عشان الكورتيزون بيعمل ابنورمال ديبوزيشن اوف فات اللي هو عند في وش العيان وبفر وهمه عند رقبته والحاجات دي كلها. شوف ترانكل اوبيزيتي يعني كرش ترانك اللي هو وسطه عشان طبعا في الاوبيزيتي او السمنه في نوعين في ادومينال اوبيزيتي او ترانكل اوبيزيتي وفي بيلفيك عند البيلفس الارداف او جينيكولوجيكال اللي عند الستات. طبعا الاخطر اللي هي الادومينال هي الباثولوجيكال وهي خطيره قوي. اذا الراجل ده تقوله اللي عنده مثلا البيل بتاعه بقى عنده الارضاف بتاعته كبيره قوي راجل تخين كده وارضافه كبيره ما تقلقش ما تخافش انا يهمني الكرش. لو عندك كرش هذه المشكله. اوكي اذا ده ممكن يعمل لي بقى قلنا ترانكال اوبيزيتي وبعدين ثيننج بتاع الليمب يبقى عشان ده هو اصلي في المصر تبقى دوست تبقى رجليه تبقى رفيعه تبقى رجليه رفيعه تمام. وبعدين برضو السكين بتاعه يبقى ثين يعني رقيقه خالص. وبعدين سترايا بيربرا يعني سترايا ده بيخطوا في الهيستولوجي استرياتم او استرايا يعني خطوط وبيربرا يعني لونها بيربرا اللي هو الفايوليت. طبعا على نتيجه الكرش دوت
عامل استرتش على السكين، والسكين كمان من الاصل كمان سن رفيع، تمام، في خطوط كده زي الست الحامل، مش الست الحامل لما تشوف بطنها تلاقي بطنها كلها فيها خطوط حمراء كده، ليه؟ عشان حصل فيه استرتش. هي نفس الكلام ده بقى زي حامل، يبقى استرايا بيربرا، تمام، في السكن. وبعد ممكن اكيموزس، يعني حته برضو اكيموزس يعني مايلد سبكوتينس هيمرج، حته صغيره كده. بعدين بيري اورال دريماتايت، مهم قوي، بيري يعني حاوله، واورال من الموز، دريماتايتس يعني في انفلاميشن في الجلد. اذا ده بياخد كورتيزون كتير قوي دوت، عدد المناعه بتاعته قليله، كنت يبقى في عنده التهابات حوالين بقه وفي لسانه. ليه؟ عشان بقنا كله فيه ميكروبات طبعا بتاعت الجو، كلنا بقنا كله فيه ميكروبات، يعني عشان عندنا مناعه الحمد لله ما فيش، فده بقى بياخد كورتيزون. كان المناعه تقل، اول حاجه تبان بقى هو بقى ايه، يقول لك عندي شويه كل شويه، يعني عندي بصوص في الجلد، التهابات في الجلد، حوالين عندي حوالين بقي كده في التهابات، لساني فيه طفح. ده نتيجه طبعا ان الاميون سيستم قليل شويه. هيرسوتيزم طبعا، يعني شعر اكني ودي بيجمنتيشن. عشان كده اللي بيستعمل كورتيزون كتير توبيكال ممكن يضيع الميلانين بتاع الجلد. وجدع بتاع امريكا دوت اللي كان ماده مش عارف اسمه ايه دوت، اللي كان اسمر وعاوز يبقى ابيض، ها، كان بيستعمل الحاجات اللي هو دي بيجمنتيشن. فالكورتيزون من ضمن الحاجات اللي ايه، اللي بتضيع لون السكين. عشان كده مثلا في ولد وعنده حساسيه وبتاع بيستعمل كورتيزون كتير، براهم كتير كورتيزون، لما كان الابلكيشن دوت تلاقي الجلد لونه خف، يبقى يقول لك يبقى عامل زي ايه، زي الليكوديرما، زي بتاع اللي عنده برص دوت او بتاع الابيض في الجلد بتاعه، اذا بيعمل لي دي بيجمنتيشن. وبعدين طبعا في بقى بروتين ويستنج زي ما اتفقنا، كاتابوليك، اذا سين سكين ديليد ووند هيلينج، طبعا مفيش فيبروز عندي، مايوباسي، شوف يعني تبقى مش قادر يتحرك العيان، ما هو يعني في حاجه في المصل، هو تلاقيه مثلا تخين كده لكن تيجي تزقه يقع. مايوباسي، اوسيوبروزس، اوسيونيكروزس في البون طبعا عشان حاجه اخطر. المهم قوي جلوس ريترديشن في التشيلدرن، يعني بيخلي واد قصير. ليه؟ اعملوا عامل استفهام واكتبوها. ليه بيعمل كده؟ عشان بري ماتيور كلوزر اوف ذا ايبيفيسز. هتاخده في، انتوا خدته في الاناتومي وهتاخده بعدين في الطب الشرعي، ان طبعا كل عظمه او كل اوسيفيكيشن سنتر اللي وقت انه بيقفل، عشان طبعا يعمل الطول بتاع، في مثلا واحد بيقفل عند سن 18 21 14 25 عشان يبقى طويل ولا قصير. واحد ليه في نورمال اوسيفيكيشن سنتر ليه تايم معين، لو بياخد بقى كورتيزون يعمل بريماتيور كلوجر. اذا بدل ما العظم بينمو مثلا لحد سن 20 يجي عند سن 14 ويقفل على كده، فتلاقي الواد بقى قصير. طبعا ده بياخد كورتيزون عشان غصب عنه، مثلا نيفروتيك سندروم، عنده هيموليتيك انيميا، يعني بياخد كورتيزون طول عمره لازم ياخده، عنده لوكيميا، تلاقي يعني قصير الولد ده نتيجة premature closure of the epiphysis. ممكن برضو يعمل كاتاركت، ممكن يعمل لي برضو جلوكوما. بس طبعا الجلوكوما ديت in susceptible eyes، طبعا جلوكوما لو استعمل نقط كورتيزون كتير، بس مش في كل الناس، لازم يكون عنده استعداد. شوف بقى، يعني شوف ده سلاح ذو حدين. شوف بقى انا قد ايه بنتكلم في الكومبليكيشن بتاعته، لكن طبعا you can use it very safe، وبالذات لو كان هو very important ومهم قوي للعلم يستعمله. طبعا كده بقى fluid and electrolyte، طبعا بيعملوا sodium retention وبوتاسيوم depletion. طبعا ده ليه حل، انا ليه استعمل اللي هم salt retaining القدام، ما انا استعمل بقى الحاجات الثانيه اللي ليها زيرو mineral corticoid activity، مش هتعمل الكلام ده كله. اذا ده يحصل امتى؟ بالحاجه ليها مينرال كورتيكويد اكشن. اذا تو افويد يبقى استعمل
اللي هما الانترميديت واللونج اكتنج اللي هما ليهم ويك او نو مينرال كورتيكويد اكتيفيتي. طبعا ليهم بقى برضو انتي فيتامين دي عشان نيجاتيف كالسيوم بالانس. هاو تو افويد يوز جلوكورتيكويد وذ بيور انتي انفلاماتوري اللي هما في الجدول من تحت، ما استعملش اللي فوق اللي بيعملوا حبه مينرال كده. وبعدين مونيتور بلاد جلوكوز وبوتاسيوم ليفل عشان مش هدي الحد ما يخش مني في دايابيتس او يخش مني في هايبوكاليميا، وبالذات لو مع اللونج تيرم يوز. وكده اقوله بقى في الدايت يا عم خف الملح عشان ده اصلا هو برضه بيخزن الملح، خف الملح وخد بوتاسيوم بقى شويه، خد برتقال كلك موزه كل يوم، ها. وطبعا تاخد بالك من البروتين بقى عشان ده بيكسر البروتين، لازم انا اعوض واكل بروتين، تمام. ده عكس العين بتاع الليفر، العين اللي عنده ليفر سيروزس، ها، وعنده اللي هو دوالي المريء والليفر بتاعه تعبان وبطنه كبيره وعنده اسايتس. طبعا ده المشكله بتاعته لو بياخد بروتين كتير بينتهي بقى بامونيا، لازم الليفر يعملها يوريا عشان تنزل وتريحه. هنا الليفر تعبان، الامونيا مش هيحصل لها ميتابوليزم في الليفر، هتعمله على طول تعمله بقى هناك الليفر سيل فيلير. هناك بنقول له خف البروتين بتاع الليفر، لكن طبعا ده اقول له كل بروتين عشان تعوض الكاتابوليك افكت. على الجي اي تي طبعا ممكن يعمل بيبتيك ألسر نتيجه طبعا بيقلل برضه السنسز بتاع البروستاجلاندين، ونتيجه برضه بيقلل الفيبروز برضه الاثنين، تمام. وبعدين تو افويد يتاخد مع الفود عشان الألسر طبعا، او انت كنت ما تهمش قوي يعني مش مهم. طبعا الكارديو فاسكولار يعمل هايبرتنشن طبعا، وبيقول لك بالذات مع السولت ريتينج ميمبرز يعني مع الكورتيزون، الهيدروكورتيزون، البريدنيزون، البريدنيزولون اللي ممكن يعملوا سولت ريتينج، لكن التانيين الديكسا والبيتا دول ما بيعملوش. اذا تو افويد يبقى مونيتور بلاد بريشر وبرضه ريستريكت صوديوم، وممكن تدي معاه فيرازيد لو حبيت. على سي ان اس ممكن يعمل لي ايفوريا اب تو سايكوزس. طبعا ايفوريا يعني ايفوريا مبسوط يا دكتور، مبسوط. عشان كده الكورتيزون دي بتنفعنا قوي. يعني مثلا جاي عيان اندر ستريس اللي هو بتاع الريفرسال شوك ده، عنده مثلا حاجه جامده قوي، بيموت ضايق، بيكون عنده خايف ومرعوش، حاسس بيموت بقى هيموت. فطبعا كتر الخوف والستريس عالي دوت بيدخله في امور الريفرسال شوك، فبياخد بقى كورتيزون كده بيبسطه شويه بيريحه، يقول لك آه الحمد لله نصحت الحمد لله، ما لسه الفايتال ساينز زي ما هي، لسه ضغطه زي ما هو، ولسه كل حاجه متنيله، لكن كده وشه بقى عليه سماحه كده ورضا. دي برضو مهمه قوي في العلاج. لكن لما ازود بقى هدخله بقى في ايفوريا بقى ودخلت في مشاكل. اذا السلاح ذو حدين، لازم يبقى هايلي انديكيتد، ما بقاش العب بيه ابدا، وبعدين اختار انهي ممبرز مظبوط وانهي دوز والامتى. يعني اي عيان في حاجه اسمها 6 رايتس، دي 6 حقوق على الدكتور اللي هيكتب له الروشته. ايه الحقوق دي؟ اللي هو البروبر دايجنوزس اشخاصه مظبوط، وبعدين البروبر ثيرابيوتيك جروب اختار انهي مجموعه من الادويه، بيتا بلوكر ولا كالسيوم شاي ولا انتي بوتيك، وبعدين البروبر ممبر من الجروب اختار اي واحد. انا عندي مثلا 50 انتي بوتيك، عندي مثلا في 10 بيتا بلوكر، استعمل اي واحد فيهم. طبعا ده كل ده انا بعمله حسب العيان اللي قدامي، تمام. وبعدين بقى كده البروبر دوز بقى فور هاو لونج، لمده قد ايه. كل ده طبعا ده افكر فيه قبل ما امسك القلم بتاع الروشته واكتب. اذا ده الطب بتاع زمان مش الطب بتاع دلوقتي اللي هو سلق بيض. ده في طب دليفري، ده طب دليفري. المهم خلاص يا شباب، تمام يا دكتور.
نبت خمسة دي مش عايزينها، بس طبعا الاس مش عايزين، الاس خلاص مش عايزينها. فدي الحته بتاعت الكورتيزون طبعا تهمنا قوي زي ما اتفقنا. الحته بتاعت الكالسيوم زي ما قلنا، بس ايه الافكت بتاع الاربع حاجات اللي هو الفيتامين دي والباراثورمون والكالسيتونين والبيسفوسفونيت، بيعمل ايه في اليورينري كالسيوم اند فوسفيت، وبيعملوا ايه في البلازما كالسيوم اند فوسفيت. وما ننساش طبعا ان ان الاكتيف فيتامين دي اللي هو الثلاثي، اللي هو ايه اللي هو الثلاثي. تمام دكتور، تهديها واحده بس يا شباب، اديها واحده. ايوه شباب، معلش انا اسف. ايوه دكتور، واحنا ما خدناش لسه الكالسيوم، لسه ما خدناهوش. طب خلاص احنا لا عندنا ما وقت خدناش. الحمد لله، عندنا وقت الحمد لله، يبقى ناخده عشان برضه نظبطه كويس احسن. يعني فاضل لنا بس الكالسيوم والجزء بتاع الجزء اللي هو بتاع الجي اي تي اللي هو ليفر بتاع الليفر، انتبروباسي اهو. بتاع الليفر. احنا عندنا وقت، مش هناخده دلوقتي ولا ايه؟ ولا انت ساعدته؟ اه ممكن عادي ناخد دكتور، عادي. ممكن ناخد نص دلوقتي طيب والنبقى ممكن المرة الجاية. طيب خلاص نجيب الجي اي تي كده ونبص فيها كده. يعني طبعا خدنا خلاص الايه، اخدنا التريجرز خلاص وعلاج الكونستيبيشن. طبعا الجزء بتاع الاريتابل باول سندروم ده، يعني ده مش هيجي في الامتحان، بس برضه ايه لازم نعرف عشان ده فيري كومن في الناس. لو في صفحة 28 شوف اريتابل باول سندروم، يعني في مشكلة عنده العنده في الامعاء. تمام، وعامل له مشكلة. هنا بيكون العامل النفسي مهم جدا جدا جدا. ليه بقى؟ عشان مثلا الجزء بتاع الجي اي تي دوت، ده مش بس اوتونوميك سمباثيك وبار سمباثيك، ده في مثلا 20 30 ترانسميتر في الجي اي تي، وفي عندي بقى بكتيريا في الجي اي تي اللي بيعمل امونيا، اللي بيعمل شغلانه جوه. اذا عايزه يعني زي ما تقول استقرار نفسي عشان الواحد يظبط شويه بتاعت الجي اي تي، يقول لك انا عندي القولون بقى، حد يسموه القولون العصبي الناس يعني. فده شوف مشكلته. انا هبص بس في الجدول على خفيف، لكن ده مش حقيقي يعني، لكن عشان لما تروح المستشفى سمعنا عنه. هنا مثلا ايه العام ده ممكن يجيله دياريه او بريدومان، يقول لك بتاع القولون ده، يقول لك انا والله انا عندي امساك بقعد بالاربع ايام بروحش الحمام، عندي دياريه، وحتى لك انا عندي كونستيبيشن بقعد 5 ايام بروحش الحمام، وقعد عنده مثلا بين، يعني عمال يشتكي العيان دوت. اذا في العلاج بتاعي لازم اشوف العيان دوت هل عنده المشكله اكتر اللي هي دايريه، ولا مشكله اكتر في الكونستيبيشن امساك، ولا مثلا البين جامد قوي. طبعا ده بجانب العلاج النفسي بتاعه بقى مهم قوي ده. مثلا لو كان دايريه عنده اسهال، يبقى هديله مثلا لوبرامايد. طبعا ده خدناه في علاج الدايريه، ده حاجه، ده مورفين لايك، ما دام مورفين لايك اذا بيعمل لي امساك. وبعدين بديله بقى تراي سايكليك انتي ديبريسنت. يعني طبعا ده عشان ايه برضه بيضيع شويه ايه، بيضيع شويه الاكتئاب.
طب لو عنده بقى كونستيبيشن قول له يا عم ظبط الاكل بتاعك شويه، زود او زود الفايبر في الدايت، اديله باركنج ايجنت من احنا خدناها في علاج الكونستيبيشن. تمام، هنا بقى برضه بديله مثلا سيداتيف يعني مهدئات شويه، سيروتونين ري ابتيك انهبيتورز. دول يعني ايه سيروتونين؟ اللي هو 5 هيدروكسي تريبتامين، طبعا ده ترانسميتر عندنا عامل زي الادرينالين وزي الهيستامين وزي الاسايكولين وزي الاندورفين، كل دول. وده ليه برضه ليه ريسبتورز، ليه 7 انواع من الريسبتور، انا خدت منهم واحد اللي هو 5 اتش تي 3 ريسبتور اللي خد منه اوندانسترون لما اقفل ديس ريسبتور يبقى انتي ايميتيك. لكن في بقى 1 و2 و3 و7، وبعدين العلماء بقى بره فاضيين بقى بيشتغلوا، اللي مثلا مقسم لك مثلا 3 3 ايه و3 بي، الشغلانه كبيره قوي. المهم يعني فدوت عامل بالظبط زي اي ترانسميتر، يعني برضه ليه في خلايا بتكونه وفي فايبر، يعني في فايبر بتطلع لي سيروتونين فيزيولوجيك فايبر، زي ما في فايبر بتطلع اسايكولين، زي ما في مثلا فايبر بتطلع ادرينالين وهكذا. برضو زي الكاتيكولامين مثلا، هو طلع من النيرف اندنج بتاعته واشتغل على السيروتونين ريسبتور، زي ما بيطلع النور ادرينالين واشتغل على الادرينالين ريسبتور، ممكن تاني النور ادرينالين يرجع تاني يخش جوه المخازن اللي هو ري ابتيك، مش كده؟ ده نفس الكلام برضو، ممكن السيروتونين يرجع تاني يخش جوه المخازن. السيروتونين دوت ده بيخلي الواحد يعني مبسوط كده، ويعني ما عندوش اكتئاب، فانا عايزه يشتغل على السيروتونين بتاعه. اذا ادي سيروتونين ري ابتيك انهيبيتورز، يعني يخلي حبه السيروتونين اللي طلعوا من النيرف اندنج خليهم يشتغلوا شويه على السيروتونين بتاعه عشان عنده ينبسط شويه، ما يرجعوش تاني جوه المخزن. اذا السيروتونين ري ابتيك دول انتي ديبريسنت، ضد الاكتئاب. التراي سايكليك دي برضو انتي ديبريسنت. شوف دول استعملهم للي عنده ديارية، دول استعملهم للي عنده كونستيبيشن. اذا الحاله النفسيه مهمه جدا للعيان، يعني الكولوم ده سنترال، ده انا بشتغل هنا غالبا عنده مشكله نفسيه. اوكي، هنا بقى بالبين ممكن بقى انتي كولينرجيك، ما طبعا بين يعني ايه جنبها كده كوليك، لك عندي مغص تقلصات كل شويه بطني وجع عينينا وهو اتجنن، طبعا عمال يكشف رايح جاي، وبعدين يعملوا بقى اشعاعات ومش عارف ام ار اي ومش عارف ايه، ويدخلوا ويقلعوا له هدومه، ها، وكل حاجه ما عندوش حاجه خالص. اذا الا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا ده تحاول كده نطمنه، بس الحمد لله أنت عندك حاجة ممكن تقعد معاك 50 سنة مش هتموتك، الحمد لله مش محتاجة مثلا إنك أنت تروح رعاية مركزة، يبقى أنت أحسن من غيرك اللي عنده مثلا كل شوية يجيله أكيوت هارت فيلر ويجيله إسعاف على المستشفى، مثلا واحد تاني كل شوية مثلا الليفر مش عارف إيه، يقول لك طب والله جاري اللي في الدور الرابع دوت ده زي الفل ما عندوش حاجة خالص. يقول لك لو تدور عليه يمكن مثلا يمكن مراته بتضربه كل يوم يا اخي، يعني برضه عنده مشكله برضه، خد بالك؟ يعني المفروض احنا ايه؟ يعني نبص في للناس التانيين دول، نبص في مشاكلهم عشان نقول الحمد لله. تمام؟ لكن ما بص مثلا ده فلان عنده وانا ما عنديش، ما انت معلش هو ما عندوش ايه؟ اكيد هو ما عندوش برضه. تمام؟ فالناس ديت عايزه بقى ايه؟ اللي هو يعني education، عايزه بقى listening، عايز واحد يقعد بقى معاه يكلمه زي ما بيعملوا مع بعض، عايزين جروب ثيرابي، يعني يجيبوا العيال دول يقعدوا مع بعض كده فسحه في جنينه كده، ده نوع من العلاج مهم قوي. لكن مش يعني هيقلل التكلفه، هيقلل المشاكل والسايد افكت بتاعت الادويه دي كلها، دي كلها سايد افكت طبعا، دي كلها. انا بس اقول كده عشان ما تاخدوه بعدين في البطنه ان شاء الله مع الدكتور طلعت، ما تقولش ان الدكتور بسطاوي ايه زحلقنا في الحته دي. لكن ايه ريتابل باول سندروم ده ممكن يجي بمشاكل مختلفه، اما كونستيبيشن اما بدياريه، او ممكن يكون البين، او ممكن مع بعض. يعني هقول ايه والله انا ايه قعدت اسبوعين عندي امساك، وبعدين جالي اسهال، وبعدين جالي عمال يتقلب يمين وشمال العيان دوت. اوكي،
احنا بقى اللي يهمنا بقى اللي هو ايه هيباتيك انكيفالوباثي بقى، دي اللي تهمنا. طبعا اول صفحتين دول ثلاثه دول هنبص فيهم كده بصه بصراحه. طبعا هيباتيك انكيفالوباثي معناه ديفكتيف برين فانكشن نتيجه ليفر سيل فيلير. طب هو ايه اللي حصل؟ البرين ما اشتغلش ليه او تعب ليه؟ عشان كان المفروض في عندي امونيا. الامونيا طبعا ديت طبعا ايه ديت لايبوفيليك اللي هو ان اتش 3 لايبوفيليك نون تشارج او نون ايونايز، اذا كان بنتريت اي ميوكوس ممبرين اي سيل ممبرين خلاص. اذا في عندي انتستينال بكتيريا في الامعاء امونيا بروديوسنج زي ما خدتوها في المايكرو، اذا الامونيا اللي طالعه في الكولون ديت ممكن تعدي وتخش البلاد ستريم. طيب لو انا عندي باكل بروتين كتير وحصل له فيه ميتابوليزم في اخره فيه امونيا، يبقى في يبقى نورمال، احنا كلنا عندنا امونيا برودكشن اما من الاكل بتاعنا اللي بناكله او من البكتيريا بتاعتنا. طبعا مفيش مشكله ليه؟ الامونيا دي بتروح الليفر تتحول الى يوريا، واليوريا تروح نازلالي في البول. طبعا اليوريا ديت كانوت بنتريت البلاد برين بارير، دي كل قطعه كبيره مش هتعدي هنا خلاص، يبقى الامونيا ما راحتش البرين. لو الليفر بقى تعبان مثلا فيروس سي سيل فيلير او مثلا زمان كانت البرهرسيا او لا قدر الله مثلا في عنده تيومر اي يعني الليفر ما بيشتغلش، اذا الامونيا مش هتتحول الى يوريا وقاعده في الدم، هي بقى بينج بقى لايبوفينيك نام ايونات داخله جوه البرين وتعمل بقى ايه؟ تعمل بقى برين كوما. يبقى هيباتيك انكيفالوباثي، انكيفال يعني برين، مرض في البرين نتيجه الليفر، عشان في هايبرتنسيف انكيفالوباثي نتيجه هيبقى الضغط جامد قوي. تمام؟ طيب هنا بقى ايه بقى الباثو في السيرجي بقى ايه سببها؟ طبعا دي نظريات انا هنقولها لكن مش عليكم، انا بس بنقولها ليه؟ عشان لما نيجي نعالج التريتمنت اوف ذا كوز طبعا المفروض مش كده ولا ايه؟ لكن مش هخش في نظريات كتير عشان دي انتوا هتاخدوها بعدين في البطنه ان شاء الله. لكن عموما في اول حاجه الامونيا هايبوثيسز احنا عارفينها ان الامونيا دي موجوده ما حصلش ما تحولش اليوريا راحت للبريد عملت المشكله دي. نقراها بسرعه كده، هو زي انتاكت ليفر كليرز يعني ينظف اولموست all of the portal vein ammonia اللي هي produced by enterocytes من الجلوتامين والكولونيك بكتيريال كاتابوليزم of ingested protein وsecreted urea. اذا لما يعمل لها كاتابوليزم prevent it from entering the systemic circulation و CNS. هناك بقى حاجة اسمها it can deplete كيتو جلوتاريك اسيد ما نرجع بنقول ده كله، يعني في الاخر في عندي مشكله في الامونيا. طب دي حلها ايه بقى؟ البوكس بتاعي بقى ده حلها ان انا احاول اظبط الامونيا دي، انا اصها احاول لحاجه ثانيه. اذا التريتمنت بيزد اون ذا امونيا هايبوثيسز او ديكريز امونوجينيك سبستريت، يعني الحاجات اللي تعمل امونيا جينيك زي جلايكوجين امونيوجين ايه هي؟ اديله انيما بلاكتيلوز زي ما اتفقنا خدناها احنا، عشان لما اعمل حقنه شرجيه للعيان دوت هنزل الامونيا في الكولون عشان ما خلاص تخش البورتال سيكويشن وتعمل مشكله. وبعدين ريدكشن للبروتين، اقول يا عم نقص البروتين بتاعك مثلا لو طبيعي مثلا ليه 1 جرام مثلا، لا انت خد مثلا ربع ولا حاجه من دي. طيب الحاجه الثانيه بقى اعمل انهيبيشن للامونيا برودكشن وابزوربشن، يعني مثلا انا منعت دخول الامونيا. طب هنشوف هي جايه من فين، مثلا جايه من بكتيريا، اذا اديله اورال انتيبيوتيك اللي هو نيومايسين عشان هو يموت البكتيريا اللي بتطلع لي امونيا. وبعدين قلنا برضو اديله كمان لاكتيلوز زي ما قلنا قبل كده، منه دوت بيتحول الى اسيد فيرمدي لوكال اسيدوزس، اذا ده بيعمل شويه دياريه هينزل حافه الامونيا. وبعدين ما دام في اسيدوز يعني في عندي هيدروجين ايون
هيتلحق مع ال NH3 يعمل لي أمونيوم ده عليه تشارج. إذا امتن وقعد في اليومن مش هيخش في البورتال فين؟ مش هلقناه؟ ولعش كده عم بتاع الليفر دوت لازم ياخد لاكتلوز لازم، تمام؟ وبعدين بقى بروبيوتيك أو لاكتوباسيلس. في كلمة طبعا بروبيوتيك طبعا في الأمعاء، عندي في عندي كولونيك بكتيريا عايشة في الأمعاء، بيقولوا عليهم 40 نوع في الأمعاء، اللي بيعمل فيتامين كي، اللي بيعمل مش فيتامين بي، اللي بياكل، يعني هم عايشين مستعمرة زي 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 الكرة الأرضية كده، أمريكا وروسيا ومصر والعرب واليهود مولد كله عايش مع بعضه. نورمال بقى موجودين في اتزان، بقى موجودين في حالة اتزان، تمام؟ بعد ساعة في بقى لخبطة بقى فيهم بقى كده، اللخبطة بقى بتعمل مشكلة بقى، لازم تدخلوا حتى اللخبطة ديت ممكن تعمل كانسر، ممكن تعمل بقى كل الأمراض أغلبها. إذا ابتدوا دلوقتي العلماء يدوا العيان النورمال بكتيريا، ابتدوا يعملوها يشوفوا، يعني هم طبعا درسوا البكتيريا ديت هي نوعها إيه والنسب بتاعتها إيه، وابتدوا يدوا منها، لا يعملوا زي أقراص كده ولا كبسولات، برو بايوتيك برو، عشان كلمة بايوتيك النورمال اللي عندنا بيولوجي، عندي في جسمي في حاجات حية في جسمي في الأمعاء بتاعتي، في بكتيريا عايشة حية. فدي ذيس بروبيوتيك زي مثلا لاكتوبالس، يبقى ديسبليسمنت اوف يورياز كونتينج بكتيريا، في بكتيريا وحشه كانت بتكسر يوريك اسيد واليوريا تعمل منها امونيا وموجوده هناك، انا بدي بقى لاكتوباسيلس تحل محلها. اذا دي كلها طرق عشان اقلل الامونيا برودكشن، تمام؟ وبعدين بقى ايه سيموليشن اوف امونيا ميتابوليزم. في حاجة تانية اخلي الليفر التعبان دوت، هو تعبان صحيح على قده، لكن برضو اديله حاجات يعني تشغله شوية بحيث ممكن ايه يعمل ميتابوليزم للامونيا، تمام؟ اذا في ثلاث حاجات هي مش بتاعت الامونيا اللي تبقى احنا تمنا، ان انا اقلل الامونيا برودكشن بتاع العيان ازاي، اعمله انيما بلاكتيلوز ويقل البروتين شويه بروتين، لاكتوز نوت وستاب ووتر، لا ده مش عارف امساك عادي يعملوا حقنه شويه بميه دافيه، لا ميه وصابون ده كلام فاضي، لازم لاكتيلوز. ودي بتكون في الصيدليه بتبقى كده بوتل حوالي مثلا فيها 100 سنتي ولا 200، فيها نفس البوتل فيها مبسم، حيث المبسم دوت هو اللي يخش في ايه في الانر بتاع العيان دوت عشان تفضي له اللاكتيلوز. او ان انا امنع البرودكشن اديله اورال انتي بايوتيك، اديله لاكتيلوز واديله بقى لاكتوباسيلس عشان تحل محل البكتيريا اللي عماله تطلع لي امونيا. او الاخر حاجه بقى اديله حاجه تو ستيموليت الامونيا ميتابوليزم، بس ده بيشغل الجلوتامين سينثيسيس، عشان الجلوتامين ده امينو اسيد، لما انتوا خدتوا في البايو اكيد اي انواع الامينو اسيد مش كده، مش عارف كيتوجينيك ومش عارف ايه ونيوترال ما عارف، لكن في نوع منها بقى فيها امونيا كونتيننج، فالجلوتامين دوت ده فيه امونيا، يعني جلوتاميك اسيد احط عليه امونيا يعمل لي جلوتامين. اذا لما انا اعمل جلوتامين سينثيسيس هستهلك الامونيا عشان اصنع جلوتامين، اذا برضه ايه كويس خلاص. مثلا صودا بنزويت بس ماشي يعني، بس هو اورنيثين اسبارتيت ده بيزود الايه الجلوتامين سينثيسيس خلاص. في بقى الثانيه اللي هي النظريه الثانيه بقى فولس نيورو ترانسميتر هايبوثيسيس، دي بقول لك يبقى هنا ايه، لا ده هنا ده العيب مش حكايه امونيا، ده اتكون ترانسميتر يعني ابنورمال هو اللي عامل الدبريشن وعمل يبقى المشكله دي كلها. يعني بقول لك هنا بوث بلازما اروماتيك امينو اسيد، في حاجه اسمها برانشد تشين امينو اسيد، دول بيكروس البلازما بارير. لما نزود الريشيو بتاع اللي هو الاروماتيك على البرانشز ده بينكريز البرين ليفل اوف اروماتيك امينو اسيد، ودي طبعا بريكسر المونو امين اللي بيعمل لي. اذا الخلاصه هنا العيان في عنده حاجه اسمها اروماتيك امينو اسيد
وفي حاجه اسمها برانشد امينو اسيد. طبعا دول موجودين في الاكل بنسب معينه. لما تزيد الاروماتيك ده مش كويس، تعمل لي مشكله. انا عاوز ازود البرانشد امينو اسيد ليه؟ عشان يبقى تقلل لي النيورو ترانسميتر بيتكون بيعمل لي مشاكل. اذا هنا برانشد تشين امينو اسيد انفيوجن، بدي اما انفيوجن او اورال. ليه؟ عشان اقلل ذيس ابنورمال او ذيس فولس نيورو ترانسميتر. خلاص؟ دي مثلا ايه؟ كلمه صغيره كده، انكريز برانشد تشين امينو اسيد وخلاص. جت بقى الثالثه الاخيره دي بقى كانت لذيذه قوي. جم وجدوا قال لك العيان دوت مثلا بيخش في غيبوبه زي الغيبوبه مثلا بتاع المورفين. طب ما نجرب الادويه بتاعتنا اللي احنا بنستعملها بتاعه الغيبوبات مثلا كلها. مثلا بتاع المورفين احنا بنديله اللي هو اسمه بتاع النرفين نالوكزون كان يدخل المورفين عشان يصحى. بتاع البنزودايزيبين انتوا خدتوا سي ان اس ولا لسه؟ ده لسه السنه الجايه. البنزودايزيبين ليه انتيدوت اسمه فلومازينيل. يعني البنزودايزيبين دي ادويه اللي هي انكزيوليتيك بتقلل القلق والانكزايتي، من ضمن الادويه اللي بتعمل سي ان اس ديبريشن وتمنع يعني القلق والخوف. وفي منها مجموعه ممكن نديها في الوريد زي بنج تعمل انستيزيا. اذا البنزودايزيبين دول سي ان اس ديبريشن. طبعا الناس ياخد منهم جرعه زياده قوي بيخش في غيبوبه، ليهم انتيدوت اسمه فلومازينيل. فجم العلماء طب ما نجرب في الغيبوبه الكبديه ديت بتاعت الانتيفيروس، طب ما نجرب له فلومازينيل. فيمكن في يعني ترانسميتر كده طلع كده احنا مش عارفينه قريب من البنزودايزيبين يمكن ينفع وقد كان، يعني ممكن ينفع شويه الفلومازينيل. اي ذي جابه هايبوثيسيس. طبعا جابه اللي هو جاما امينو بيوتريك اسيد، ده هناخده ان شاء الله في سنه ثالثه تبع سي ان اس. ده عباره عن ترانسميتر زي ادرينالين زي نور ادرينالين زي هيستامين ترانسميتر. وليه ريسبتور جابا ريسبتور في جابا ايه وجابا بي عادي خالص. بس طبعا ده انهيبيتوري ترانسميتر، لما يكون موجود يعمل انهيبيشن. تمام؟ اذا بقول لك ايه؟ ذا جابا ريسبتور كومبلكس از اكتيفيتد possibly through increase endogenous benzodiazepine receptor. endogenous benzodiazepine receptor ليجند، انا واخد كلمه ليجند يعني ماده تشتغل على الريسبتور. انا جسمي ما فيش فيه مورفين، في مورفين لايك اللي هو اندورفين. اذا ما ينفعش اقول جسمي فيه مورفين ريسبتور، لا، جسمي فيه مورفين لايك ريسبتور او اسميه اوبيويد ريسبتور. برضو جسمي فيه بنزودايزيبين لايك ماتيريال، عشان برضو ربنا مديني مواد عشان الاطمئنان، يعني ربنا مديني ماده في جسمي عشان الالم الشديد اسمها اندورفين زي المورفين بالظبط. سبحان الله. برضو بكون انا متضايق وزعلان وخايف، ربنا عامل لي حاجه اسمها بنزودايزيبين لايك في جسمي تطلع تطمني. طب تطلع ازاي يا ربي؟ لما اكون بيني وبين ربنا عمار، ما عملش مقلب في الناس، ادي الواجب اللي عليا، ابعد عن الحسد والقرف ووجع الدماغ ده كله، تلاقي كل المشاكل هتخف وهتطمن. شوف بقى العيان دوت جات له غيبوبه يمكن في اكيموليشن اوف بنزودايزيبين لايك. هو ما خدش بنزودايزيبين، ما خدوش، لكن في اكيموليشن اوف بنزودايزيبين لايك ليجن او ماده يعني شغاله ذيس جابا انهبيتور ترانسميتر راحت عملت له الكوما. اذا اديله الفلومازينين. اذا في علاج الانتيفيروبسي بالتفصيل نعرف ازاي علاج الامونيا. النقطه الثانيه ازاي نقص الفورس ترانسميتر، اديله حاجه اسمها برانش تشين امينو اسيد اهو. يمكن ذيس فورس ترانسميتر يمكن هو اللي بنزودايزيبين لايك. فكان الحاجة الثالثة الأخيرة أديله بقى اللي هو الإيه؟ الفلومازينيل. أهو الفلومازينيل ده أنتيدوت أهو بنزو دايزيبين ريسبتور أنتاجونست. خلاص؟
ونكمل بقى المره الجايه الجزء بتاع اللي هي الصفحه اللي فاضله بتاع الايه الاسوفاجيال فاليس، عشان انا تعبت وانتوا تعبتوا. ها الدكتور، هو المرة الجاية في احتمال بيقولوا انه هيكون في كلينيكال مكان محاضرة الفارما. اه صح، في كده صح مظبوط. آه، انت هتاخد اني حاله ان شاء الله المره الجايه. مش عارف والله، بس هما محددين في الجدول هيكون في ميعاد الفارما. بيبتيك اه ألسر كده. بس نزلت طبعا، نزلت عندكم على السايت، بيبتيك ألسر مش كده؟ نزلت على السايت، هيدولكم بتوع المستشفى لمده الساعتين دول. فعايزكم بقى تذاكروا بقى بيبتيك ألسر. ها خليكم حلوين بقى بيبتيك ألسر كده، عشان لما يجي بس يسأل بقى يعرف احنا اشتغلنا معاكم كويس. تذاكروا بقى بيبتيك ألسر الثلاثيات بتاعته بقى، هما ثلاث حاجات زي ما اتفقنا، وكل حاجه بتاعتها تحتيها ثلاث حاجات. شايفانا كام دوت؟ تذاكر بيبتيك ألسر كويس، وبرضه الدراج انديوس بيبتيك ألسر نعرفها. ها والريسبتس والحاجات دي كلها تذاكروا اسمعوا قبل ما، عشان هتستفيدوا بقى، هتلاقوا بقى في بقى الكلينيكال تاتش بتاعت الايه؟ بتاعت الاستعمال بقى. هيقول لك انا عندي مثلا الاتش تو بلوكر عندي اربعه خمسه، طب ليه بستعمل ده؟ هيكلمك بقى على الممبرز، مثلا البروتون بامب هنا سته سبعه، احنا ما بنقولكش امتى نستعمل ده لا، هو يقول لك بقى عندك امتى تستعمل مثلا ده وما تستعملش ده من ضمن الجروب. تمام، يعني هتاخدوا بقى اقروا بقى الفارماكوثيرابي كويس، اقروا كويس عشان تستفيدوا بقى من الكلينيكال ابلكيشن بقى. هنا في بقى، يبقى هنا بقى في مين بنلحم بقى الاكاديميك مع الكلينيكال بقى. انت عندك خدت الدواء بالاكشن بتاعه بالادفيرس افكت الاستعمال بتاعه كده ان جنرال، هناك بيقول لك بقى استعمله ازاي وامتى واني عين، فهمت قصدي؟ يبقى دي بقى فيها المانيبيوليشن كويس قوي، فذاكر كويس قوي بتكتب قصدي اذا سمحت. خلاص؟ تمام يا دكتور. كده هيتبقى كده هيتبقى معانا موضوع الكالسيوم بس، وصفحة اللي هي ايوه دي خلاص في مره واحده ان شاء الله. تمام ان شاء الله. يلا ربنا معاكم ان شاء الله. وبعدين عاوز تديني بقى كده فيدباك على المحاضره بتاعت الاسبوع الجاي اخبارها ايه. تمام باذن الله. طيب شكرا. معرفة.